والله هي الأوضاع أنت تشوفها بعينك، يعني ما يحتاج بعد واحد يوصف لكم، أنتم ما عايشتوها هاي المنطقة وشفتوا شلون المعاناة مالها. هاي صار سنين يوميا يقولون هذا الشارع راح نسويه مجاري وتبليط، والنتيجة كل شيء ماكو، كل شيء ماكو. وتشوف هاي المنطقة كلها غرقانة، وأي مطرة تصير غرقانة، لأن ماكو لا منفذ لها لا مجاري، كل شيء ماكو من كل الخدمات. حتى الكهرباء احنا هسه على يسمونه كيبل استاذ العبيدي، هذا كيبل 8 ما شو اسمه، يعني ما تجينا الكهرباء تفصل، لان ما يتحمل منطقه هواي وما يتحمل. فاحنا نعاني من كل الامور، نعاني من قله الخدمات، من التبليط، من المجاري، من كل الامور ما موجوده، من الكهرباء، وهذا تشوف بعينك يعني. واحنا من خلال قناتكم هاي نوجه كلامنا للمسؤولين، للمحافظ، محافظ بغداد، القائم مقام قضاء الزوراء، هي قائم مقام قضاء الزوراء، يعني منطقة يسمونها قضاء، والقضاء لازم إلى خدمات، إلى شوارع زينة، يعني ما يصير قضاء قضاء الزوراء يسمونه وماكو أي خدمات، ماكو حتى مي، هاي سيارات تجي تسحب المي ماكو، هاي تشوفها أنت بعينك يعني. هاي باوع، هاي منا، هاي منا، كله زين. واحنا ناشد الناس المسؤولين على هاي المنطقة واللي هي يسمونها القرية الفلاحية وقطاع ستة، هذن المناطق كل المظلومات ما حد يلتفت عليهم زين، يجون يقصون يسحبون المي، أقلها ترقيعية على ما يصير تبليط. السيد رئيس الوزراء أنه أوعز للمحافظ وغير المحافظ بأنه خدمات يجرون، لكن لحد الآن كل شيء ماكو. واحنا اليوم ناشد كل المسؤولين، كل المسؤولين، قضاء الزوراء، المحافظ، محافظ بغداد، يعني توجهون علينا، لان غرقنا، بيوت غرقت، الشوارع غرقت. معاناتنا بالنسبة للواقع التربوي للمنطقة تعبان، شلون تعبان؟ لأن ماكو منفذ أو طريق يوصل أو يوصل التلاميذ بصورة صحيحة. أنتم لاحظتوا هسه من خلال تصويركم الشارع مليان مي، إحنا بأيام المطر لازم نتوقف أقل شيء فد 10 أيام عن الدوام، حتى لو نسحب المي راح تظل الأرض رطبة وطين. هذا طفل من يجي يعبر راح يتأذى بعبوره، هاي المعاناة عندنا مستمرة زين، مستمرة يعني، وتستمر عندنا دائما بايام المطر. الوضعيه لان ماكو خدمات، ماكو متابعه من قبل المسؤولين. بالنسبه هاي المدارس هسه اللي وراها هي ثلاث مدارس، يعني بواقع لو اريد الطلاب مالتها ب 5000 طالب. هذا الطريق المؤدي من هنا الى، يعني اكثر معظم الطلاب يجون من هنا، هسه هذا يصعب على التلاميذ ذول الصغار، يعني كلهم اطفال، هم 6 سنوات وسبع سنوات، يصعب عليه العبور منها، لان احنا كبار ما نقدر نعبر. هسه احنا نغير مسارنا بايام المطر غير مكان. فمعاناتنا بالنسبه للمنطقه كلش متاذين معتها، بالنسبه للوضع مالتها الوضع يعني، لان ماكو خدمات عندنا بيها. فالناشد المسؤولين من خلالكم بان يوصلون خدمات اقلها في هاي المدارس، تبليط يعني الها، يوصل التلاميذ لا اكثر ولا اقل. عم الله شاهد، شوف هاي المطر مو خير، ثق بالله العظيم، نسوان وزل ومطفات تدعو كل ما تمطر الدنيا. الله شاهد اذا مطرت العالم يعني ما ظلت لا طحينه بالبيت، لا ظلت ملابس، لا ظلت طرقاعه. شوف اكو بشر يطلع وهاي المدرسه زين، هاي المدرسه وهاي اكو طالب يطلع منها زين، البيوت كلها غرقانه هسه، بيوت تعرف ناصيه والعالم تدفن قرده وهاي على متعلي طب عليها المي زين. كل سنه يجونا زين، قالوا اجى الكتاب وراح الكتاب، صرفنا هالقد مبلغ وراح هالقد مبلغ، وكل سنه ماكو على الموازنه وماكو زين.
العالم ملت. الله وكيلك بالانتخابات هذا الشارع من المدينه لحد كل ساعه تجيك 4 جكسارات 5 جكسارات، واحنا الشيعه واحنا المدرياهم، واحنا راح نسوي لكم ناس كفيلك العباس بعد ما تثق بيهم قد الذره، ناس حراميه زين لو لا، وكانوا شاردين بالدول باقوا والعراق قبل وشردوا، وهسه جاهم فرهدونا بربك. هاي 23 هسه احنا طبينا زين، هاي وضعيه زين. اكو واحد هسه طالع للسوق، اكو واحد طالع للشارع زين، كلها عوائل. لا مستشفى، هذا المستشفى الحسينيه من 2003 لحد الان مستشفى ماكو، سووا هيكل وعايفينه زين. البارحه السيد السوداني طلع فتح مستشفى الكاظميه ترميم ب 3 مليارات زين خلال شهر زين. تعال هذا المستشفى زين، هذا مستشفى الكماليه زين. وين الحكومه الشيعيه؟ صح الحكومه الشيعيه زين. حج ولا واحد يزورنا، وبس بالانتخابات كفيلك العباس كل ساعه طب لنا مونيكات زين لو لا، كل ساعه تجيك 4 مونيكات 5، واحنا نحافظ على المذهب عمي يا مذهب. كفيلك العباس ناس كرهت حتى المذهب من وراهم بربك. يا وضعيه هاي زين، شوف المدرسه هاي بيناتنا الباحه بنت اخوي صغيره هنا محصوره وساعه كامله صرخ منقعه مي ما ندري بيها، عبانا المدرسه مراجعينهم للبيت ماكو، غرقت المدرسه الدنيا كلها غرقت. هاي شوف المدرسه، خلف الله على استاذ مجيد واستاذ رعد الله شاهد هم يشتغلون بيديهم. يعني انت شايف لك مدير يشتغل بيده جايب بلده ويجيب بلوك ويبني زين، هذا هسه طب جوا شوف البلوك، هاي العالم تبرعت وهاي ويبنون بيديهم. ومع الاسف منطقتنا نواقص كلها، من الخدمات من المدارس من المستشفيات، يعني منطقه تعبانه شبه الجزمه. مع العلم انطت شهداء، انطت هواي ناس، يعني هاي مظلومه، وهاي المنطقه اللي جاي تشوفون هاي المعاناه مالتها، ونرجو من الكادر ان يصور هاي المنطقه حتى يشوفون كل ما يطلع به. وان شاء الله انتم مشكورين وجزاكم الله خير. ومع العلم هواي عندنا نواب وعندنا ناس يعني طلعت بالدوله، بس مع الاسف شو ما حد التنوع، ما حد يباوع للدوله هاي المنطقه. ونريد جهودكم ان شاء الله وتوصلون صوتنا لاعلى، وجزاكم الله خير ومشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا اذا متى الى متى نبقى هيجي نعاني؟ نعاني اولا من الشارع العام، ونعاني ثانيا من شارع المدرسه شارع الطلاب. وهذا الشارع شفته انت وصورته قبل شويه، يعني هسه انا شاب عفت الشغل اليوم وجاي اشتغل اسوي الباب او اسوي الفرع مالتي او اسوي الشارع مال المدرسه، باكر عقب باكر السبت لو لحد اكو دوام، شلون يفوتون منه؟ لاكو واحد اجانا وقال على هذا المي يسحبه. عندنا سيارات وعندنا طلاب وعندنا شباب. اولا هاي التيوله هاي تظل تنتل اذا ما تنشفون المي مالتها. الشارع المريض شلون يطلع؟ نعم انتم وياي. وهذا المي مال نفس ما قلت لك، الشارع اهم شيء مال المدرسه، هذا مالتنا احنا. سلام، احنا نقدر نعبر بس الطالب ما يقدر يعبر، الطالب ما يقدر يعبر. واكو تصوير واكو ناشرين على الفيس نفس الشيء، فما يطلعون ابد الطلاب من هذا الشارع. ايه لا حد يجي قلت لك يسحب مي، لا حد يجي يسوي عندنا مجاري. دور امانه بغداد الشارع العام، دورة امانه بغداد ما تجي لهذا الفرع، ما يطب لش للفرع مال المدرسه هذا الرئيسي. طلاب عندنا وعندنا تلاميذ صغار، مو مدرسه مال كبار وتقدر طالب يقدر يعبر، ما يقدر يعبر. وضعيتنا تعبانه شكل مو من هسه، من زمان هاي الشغله. كل ما تصير مطره يعني الحياه كلها تتوقف تقريبا، لا حد يقدر يطلع السوق، لا حد يقدر يطلع المكان، وخاصه المدارس. احنا همنا الوحيد المدارس، وخاصه هذا الشارع. هذا الشارع اذا مطرت يعني الطلاب ما يوصل المدرسه. انا بالنسبه لي معلم هنا بهاي المدرسه، واستاذ مجيد هنا معلم هم مدرسه، فصعوبه الوصول للمدرسه رغم القرب مالتها، يعني هذا الشارع صعب علينا. بعدين المنطقة مثل ما تشوفون، شوف المي، يعني لا طفل يطلع لا أحد يطلع، يعني مكان ما أدري يعني ما منحوس ما أعرف. البلدي بالنسبة للبلدية والخدمات كل شيء ماكو، مثل ما تشوفون طيانة نفس الشيء، ما حد يمر علينا، ما حد يسأل علينا، يعني يشوفون بعينهم يمرون علينا مرور الكرام ويطلعون قبل. فنريد لنا حل، نوجه رسالة للمسؤولين
نوجه الرساله للبلديه للامانه الناس اللي واصله اللي عندها مسؤوليه تشوف ان حل المكان هذا تبليط تشوف ان حل هنا مثل من السبيس تشوف ان حل هالطريق هذا مال المدرسه معاناه كلش صعبه مالتنا. تعال باوع الوضعيه هاي هنا لا مجاري لا اول لا تالي نزلت من العالم فلوس على اساس مجاري كل بيت 300 الف دينار والمجاري مسدده وما تمشي والبيوت طب المي عليهم كان يصير عندهم نزيج من داخل البيت زين فالوضعيه يعني كلش كثيفه لا يجينا مسؤول يباوع علينا لا يجي احد زين وضعيتنا كلش يعني كلش 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 منتهيه نجيب التناكر كل تنكر ياخذ من عندنا 20 الف و 25 الف وماكو فائده نروح لجماعة المجاري نفس الوضعية يسحب المي والمجاري نفسها مسدد المنهولات زين وترجع ثاني يوم نفس الحالة تفيض نفس الحالة لا جهالنا تقدر تروح المدارس وضعية المدارس كلش كلش تعبانة يعني هاي تمطر المدارس تكون تتوقف زين وهاي وضعية الحميدية انت تشوفوها قدامكم زين يعني هسه احنا هاي المنطقة تعطب اللي جوا وتعال شوف شوف الرصيف ماكو المي 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 المجاري طابه على البيوت زين ناشدنا حكينا ردنا هاي ما حد جانا ولا حد سوى لنا شاره ولا المسؤولين مال المنطقه قالوا يا بنسلكم شاره يقولون المجاري مسدده جابوا ذني صاروخيه ما صاروخيه يقول يابا ما تنفتح المجاري وهاي وضعيتنا على حطتنا والمنطقه اغلب العالم راح تعوف بيوتها وتهجم العجل. وضعيتنا تعبانه، هذا المطر قبل لا تدري هاي السنه الجديده هو المطر هذا مال هذيك المطره، وهسه كملته والعوائل كلها فايضه، لا ماي عندنا شرب بخير ولا فشي، تحاكي المحافظه يا معودين تعالوا الحميديه ضربوها قرص لان البوار قديمه ومدفونه ما حد يجيك، يقول لك لازم نخلي مقاول والمقاول هم لازم الا موافقه، فالناشد رئاسه الوزراء يشوفون حل الحميديه، حميديه كلش تعبت. حمدية شوارعها كلها فايضة، مجاريها قديمة متخلخلة، يعني هسه أنا كنت أنبش بالمجاري كلها صبات ببطنها، يعني متفلش حتى الاسمنت مالته مفلش. يعني وضعيتنا كلها تعبانة، هاي وضعية شوف الجهال تروح المدرسة شلون؟ وأنتم بعد أنتم وصلوا أصواتنا لهاي الحكومة وصلوا بعد شو أقول لك؟ أمانة بغداد الصدر الأولى تقول إحنا ما لنا علاقة بالحميدية، الصدر الثانية تقول إحنا ما لنا علاقة بالحميدية، هي تروح تناشد يقول لك إحنا الحميدية مو علينا، زين الحميدية إلا تناشد المحافظة، المحافظة تقول لك أكو سلسلة للهاي، تطق عندنا مجاري إلا تناشد المحافظة قبل مباشرة، لأن يقول لك إحنا الصدر الأول الصدر الثاني أنت مو علينا، زين إحنا الحميدية عليمن، فأنتم شوفونا صورة حل. هاي الحميدية فايضة، العوائل بالضيم، المدارس بالضيم، السيارات يقول لك لا تجرى من المدينة اللي جاي يقول لك ما أجي لأن فايض. زين أنتم ما أدري الحكومة لها التفاتة للحميدية لو بس بالانتخابات تجينا. لو بس فلان وفلان من يصير انتخابات يجونا تعال انتخبونا. والله احنا منتهين يعني لا مدارس لا مي لا كهرباء يعني بلطوا ذيك الصفحه وعافوا هاي الصفحه وصاير احزاب وميليشيات وما نعرف احنا شنو الوضعيه هاي من مطره ذيك الاولى لحد الان يعني طلاب توصل نص الطريق وتطيح بالطين وتجاي ترجع لنا ومتاذين اذيه تامه يعني مي ما يعرفون يسحبونه بشرفك دباوا هاي الوضعيه هاي والله تاذينا اذيه تامه يعني لا ظلت عندنا سيارات لا ظلت عندنا نسوان تطلع للسوق لا شيء احنا متاذين نروح للطين الاسواق حتى ما تقدر توصل لها هاك هاي وضعيه عجبك انت مدارس خدمات ماكو يعني سوق ماكو الوضعيه من ذاك ناشفه هنا ما يجون يسحبونها صاير احزاب باحزاب وكل من له يعني مكه هسه انت ما تعرف توصل هنا ما تعرف توصل هنا بس سحبت ذي الصفحه وعفت هاي الصفحه هذيك الصفحه مالتك ومالتك يعني ذيك انت منطقتك ناشفه وبلطتها وهاي العالم عفت المعاناه عليها ليش هم ناس فقره وقاعده باوع هسه لا شغل لا عمل لا طرقاعه والقران متاذين اذيه تامه بالحسين وشكرا لكم امين بغداد يوصل هناك وما يجينا هنا المجاري كلها مسدده يعني ما يعرفون يجيبون صواريخ هنا ويسحبون المجاري هذيك الصفحه جاي يسحبون بيها وينظفون بيها ويكملون وهاي الصفحه منسيه نهائيا رسمي
والله ما يجون هنا ابد. مسؤولين الحميديه هناك مو هنا، هنا ما عندنا كل مسؤول جايني، ما شفنا كل مسؤول جاني هنا. المسؤول يوصل هناك وينظف هناك ويوصل هناك والعالم تشتكي عليهم هناك، وهنا منسيين نهائيا. هاك هاي الوضعيه مالتنا. المسؤول يعني ما يجي هنا يشوف ليش هسه منك ناشفه، انت مو طبيت هسه منك منك ناشفه واقفه الدنيا هنا؟ لا والله طينه. ما جاي تروح يعني جاي تعال. السلام عليكم. اناش الجهات المعنيه، يعني شنو ذنبنا احنا؟ ناسنا تعبانه ومنطقة تعبانة. أنا واحد من الناس اليوم انقطع رزقي، ما طلعت على باب الله من وراء هاي، ما حد يقدر يطلع، يعني واحد لا يقدر يطلع. لا تشوف اكو سيارات، لا تشوف اكو تكاتك، هنا منطقة مجهولة. صارنا 3 سنوات احنا هنا لا شفنا كهرباء زينة، لا شفنا ماي زين، لا شفنا خدمات، لا شفنا صحيات، مجاري أقل مطره ساعة راح تبقى 15 يوم، بعد 15 يوم راح تمطر راح تظل نفس الحالة. منطقة طين، يعني ينشف الماي تبقى طين، وإلى هاي الحالة نقضي الشتاء. ناس رزقها مقطوع، ناس تعبانه، ناس بيوتها تخر، منطقه حميديه تعبانه. هاي الحاله ما يقبل يجي. بس انا عم اشوف المعاناه مال العالم هناك شلون صايرين غرقانين. الله وكيلك، لا رعايه، لا رواتب، لا مجاري، لا تبليط. يعني احنا وحد وينها جت مالت ما هذا المي وراك؟ روح شوفها وينها. اكو تناكر جاي شوف، احد واقف لنا؟ واحد يباوع علينا؟ الله وكيلك بالضيم يا حن. ليش يعني احنا مو عراقيين؟ ما محسوبين على الحكومه؟ ماكو دوله؟ ليش وحد؟ اطلع هناك شوف ذيك المناطق، الله وكيلك لا ماطره ولا عبالك يمها اي شيء. هاي بس هنا أنا بالضيم، يعني ما عندهم بور يسوون، بس البوق، بس الحرام، بس يلا المخدرات. ليش عم الله لا يوفقهم؟ الله لا يوفق كل مسؤول وما يسوي حل الشعب العراقي. الله لا يوفقه بجاه الحسين، بجاه هاي الناس التعبانه والفقيره. هاي رساله من احد سكان منطقه الحميديه. الكل مسؤول، الكل انسان عنده ضمير حي. انت مشكول الذمه اذا ما تجي وتنقل وتشوف المعاناه مالتنا. والانسان ذولا الصحفيين اللي واقفين قدامنا امانه الله ورسوله يوصلون الرساله مثل ما هي. اول مره شافوا الواقع المزري والمنطقه اللي تعاني من عندها اول مره، قله خدمات، فيضانات، مجاري، تبليط. الله يشهد بيني ما بين الله، وهذا الكلام انا مسؤول امام رب العالمين عليه. وضعيتنا وضعيه مزريه، وواقعنا واقع مر لا يطاق. يعني أنا الرسالة اللي ننقلها للمسؤولين، إلى متى إحنا نعامل مواطنين درجة ثالثة أو درجة رابعة أو درجة يعني ما تحت دون الصفر؟ يعني إلى متى؟ طبعاً واقع الطلاب واقع مساكين، لأنه أول مرة أطفال، وهم الأطفال المفروض يحتاجون معاناة أكثر مش بينما بين الله. يعني الأطفال صار لهم يومين ما ثلاثة ما كدوا مال المدرسة، يروحون الطلاب ويرجعوهم. ما يصير هيك يابا، ما يصير. رجاء 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 سووا لنا حل، وحل جذري، مو حلول انيه، مو حلول ترقيعيه. ان تجي وقت تبليط، عفوا وقت الانتخابات تجي تذب لي سيارتين سبيس واودعناكم. ما يصير هيك. انت سوي لي حل جذري، سوي لي مجاري، سوي لي مي، حتى انت تكسبني على الاقل. اذا مو عدو لك يعني على الاقل صديق لك. احنا ناس اهالي الحميدية، وبالمطر شفتوا بالتصوير السيارات وش اسمه اللي جاي المي ودخل ببيوتنا، فنرجو ايه العدة رحم علينا يحضرنا ويسحب لنا هالماي، يبس المنطقة، يبطل الشارع. احنا ناس ملينا وتعبنا وما نعرف راسنا من رجلينا، ورحمونا رجاء رجاء رحمونا. المنطقة هاي صار لها من زمان يقول لك ما جيب القرص الا ب70 مليون ما ادري ب80 مليون يلا يسوي لك المجاري. ماكو يجاب الشافطه، تعطي 5000 تحن عليه، تعطي 5000 لو 10000 تجمع كل بيت 1000 1000، والبيوت ما تجمع ما عتها، منين عتها يشتغل؟ ما تجمع ما يشتغل، يجي بس يقول هيك ومشي. عشان اذا نبنى احنا ما تردونا طردوني. بس ما صايره مو وضعيه هاي، يعني للمستشفيات نفس الشيء،
تروح للمستشفى نفس الشيء، تروح للكهرباء نفس كل خدمات ما عندنا. عندك واسطة؟ راسك كبير؟ تشتغل، ما عندك ظالي. طب لبيوتنا من يقبل يا برلماني اللي يقبل يغرق واطفاله بالخيس. هذول كلها مقاد يا الجهال، شوف اكثرهم بطلينهم للمدارس من الجوع، ماكو ماده نصرف عليهم. والله يجينا مشغول بس بالانتخابات، بس بالانتخابات يجينا مشغول وانتخبونا وانا اسوي لكم واعدل لكم. وهاي هسه انت شفت الشغله بعينك، يعني احنا شنو ذنبنا؟ انا هاي بالنسبه لي دافعت عن العراق العظيم. رجل صناعي على من دافعت غير على العراق العظيم؟ غير كنت يخدمنا العراق؟ شلون ما خدمناه الله؟ شلون ما خدمناه يخدمنا؟ احنا لا عكس المطلب، عكس المطلب. والله معاناتنا ما صايره والله العظيم. تجيبه بالمجاري يشفط لك الجهره ياخذ من عندك 25,000، يا بي معود يقول لي الدولار صعد، احنا نشغل على الدولار ويا من تحكي بعد. وهاي المي بس تشوفها بعينك. والله احنا ناشد الدوله وناشد الحكومه وحكومه السوداني، قال انا شوي واعدل وكل شيء ماكو، شنو اللي استفادينا؟ والله المجاري على المجاري صار لها 5 أشهر 6 أشهر هيك، والمجاري نفس الشيء، والكهرباء نفس الشيء، ماكو. هسه الامبير مال المولد 9000 دينار، منين العالم تجيب؟ ما عدها العالم تجيب، عده يدفع 9000 يسحب له، ما عده ما يسحب. زين؟ وهاي معاناتنا كلها، ذاك اليوم ما حطها هنا بالمنهوله، قوه طلعنا. هاي منهوله ما بيها قبق، ذيك المنهوله ما بيها، ذيك المنهول ما بيها، وظالين هيك، كل بيت قاعد نلم 2000 3000 يجب الشافطة يشفط بس المي، مجار ما تمشي، تمطر الدنيا ترجع كذلك. اي اكو بيوت عالم شالت، هسه بالفرع مالنا اكو بيوت شالت، هذا البيت فارغ ما بي. زين؟ اكو عوائل ماكو شالت منه، ذاك البيت ما حد بي فارغ، حمل غراضه وشال. زين؟ وهاي معاناتنا كلها، لا مره تطلع لا طفل لا مدارس يطلعون. والله شوف هاي الدنيا، هاي شوف هاي الحميديه، والله ما حد يجي ولا واحد يسال عليه. الله شاهد بالعباس، هاي شوف هاي كلها تعبانه. وثاني لنا على الميزانيه والميزانيه، واللي هسه كل شيء ما محصلين احنا. يا ميزانيه يا بطيخ في العالم. احمل والدي كم يتوصلون رسالتنا، بس هاي اللي يريدها احنا. تعال شوف والله، تعال شوف اكو بيوتنا والله غرقانه. بيناتنا العباس. يعني لا شوفك كسان الباحث. حوت بنفسي والله، هسه لا شوفك صور هسه تتخبل والله. يعني شوي خلي هم واحد يخلي عنده احساس، يعني ماكو اشتغل شغله. تعال شوف والله اطبك هنا، هسه تعال اطبك هنا بهاي الفوع اللي هنا المي. يريد لك واحد يجي ينشف ماكو. ناس تعبنا احنا، هاي رساله غدك توصلنا اياها. هي بس هاي اللي اريدها احمل والدي. كل شيء ماكو. لا امانه ولا في شيء ولا يخلف الله على هنا. هاي اهل الحميديه نوباتهم يجيبونهم على حسابهم، يجون على حسابهم يطلعون سياراتهم وقاز من يوم. ماكو هاي الشغله، يعني هاي جبناهم من شوق من 2014 ولحد الان، اريد انه واحد ينشف يسوي يبلط، كل شيء ماكو. شويه حسوا عمي، حسوا على العالم. تعال شوف عمي الناس هنا والله ما ظلت ببيوتها، كفي لك الزهر. كافي هسه الميزانيه واللي هسه كل شيء ماكو. السوداني حايغلي بكاس العالم مدري كاس الخليج والناس ميته من الجوع، شارع بلط لك شارع، والنوم يلا تروح للعالم هناك. رايح على كاس الخليج والدعم وسخام عم سخام، بيناتنا العباس مليانه. مع الاسف نقول احنا بسنه 2023 هذا حال بغداد وهذا حال المدينه بصوره عامه وهذا حال الحميديه وحال زيونه وحال الكراده وحال المناطق المناطق الراقيه والمناطق المتدنيه بصوره عامه. اليوم احنا يعني بمحافظه بغداد ونشوف أمانة بغداد، لا ماكو لا حس ولا خبر. وهاي الناس ما يقولون هاي الناس شلون عايشة، شلون تروح للدوام، طلابها شلون تروح، الناس شلون تطلع من بيوتها. أكو ناس غرقت، أكو ناس عافت بيوتها ومشت، أكو ناس يعني ما يحسون. ماكو واحد يشوف هاي المعاناة اللي إحنا هسه بيها. ما حد يجيب له سيارة ويسحب هذا المي، ما يصير يا أخي، ما يصير. أنت وين أنظارك؟
انت يا رئيس الوزراء، انت يا امين بغداد اللي نايم، يعني من ذاك اليوم لليوم اجت الذكرى علوش وما سوت وما تحسنت بغداد، واجت وراها واجت وراها واجت وراها، وهسه اخر واحد بينا والحمد لله والشكر من سيء الى أسوأ بغداد، ماكو اي نتيجه، ولو بعد 50 سنة هذا حال بغداد، وهاي المياه الأمال امطار، وهذه الخيسه، وهاي شوفها هذا حاله، هاي الناس شوفها، يعني الراد انه بعد 1000 سنة اللي قدام لو يتحسن العراق ولو تتحسن بغداد، لو ما تتحسن بغداد، ليش ايش بيها بغداد؟ شو ميزانية انفجارية العراق؟ وين جاي تروح هاي الميزانيات؟ معيب ناس بحت اصواته بعد، كافي. اول شيء منطقتنا هاي تشوفونها تعبانه بالنسبه لا بها خدمات لا بها شيء، كل شيء ما بها، والاوضاع تشوفون المدرسه حتى شارع ما بها تبليط، ماكو هاي تشوفون تعبانه بشكل يعني. بس احنا ما حد يطلع عندنا من نسائنا، ما حد يطلع يتسوق. ها لو نزل ما يطلع هم ستوته، لو عنده سياره يطلع يروح للسوق. ها قلت باوع له، لا حد يجي، لا حد يباوع لنا، لا حد سياره من هاي مال البلديه تجي تسحب هذا الماي. ايش قد سيارات بلديه على الشارع؟ حتى سياره مال امانه ما يعني انت باوع لها، الله عليك باوع لها. اذا مره ما توقع، اذا تطلع ما بس تزك توقع بالماي ومره تتكشف، هاي يعني ما يصير، حتى الله ما يقبل. بس احنا شو نسوي؟ نقول الله كريم، ماكو الله وكيلك، ماكو هاي الناس الخيره يعود تسعي، ابو علاوي غيره تسعي، بلكي الله يجينا واحد يسحب الميه شيء، يصير لنا تبليطه مجاري، احنا هاي المجاري باق بس ما حد يسويها. احنا متاذين، وهاي ما عندنا لا كل شيء، ما عندنا، ما حد جاينا، ما حد واصلنا، متاذين والله غرقانين، هذا الطين ما كنا، فروخنا متأذنين، هاي بالمدارس ما يقدرون يرحون، وهاي المناطق متأذين ما حد واصلنا، الله شاهد زين لو لا. Thank you.